أهلا وسهلا بكم. من تراثنا السعودي الزاخر نستعرض معا فن المسيرة، وهو فن هادئ الإيقاع والحركة، يأتي بعد العرضة لإراحة المؤدين. تتميز أبيات المسيرة عن غيرها بطول الشطر الشعري، وتؤدى على نطاق واسع في منطقة عسير. نستعرض معكم الآن شكلا من أشكال المسيرة، اللحن في مقام الرست، والآلات الإيقاعية المصاحبة هي الزير والمزقاع والمرجاف، والسرعة تساوي 96.